الحضور ديال المتنين بمناسبة تأسيس العصر الوطني لكرة القدم النسوية، ونتمنى بأنها تكون يعني بادرة خير، فتحة خير على الفئة اللي كتمارس كرة القدم النسوية، المؤسسين، اللاعبات، المدربين، يعني جميع العناصر اللي كتمثل كرة القدم النسوية. وإن شاء الله إحنا يد في يد غادي نحاولوا باش نطوروا من هذا المنتوج ونحقق لهم المتاغة بإذن الله. كتوقع هذا الإجماع كامل؟ طبعا. الحمد لله الحمد لله، احنا خدمنا على مدار شهرين، يعني من 5 سبتمبر فاش اعلن الرئيس على تاسيس العصبة القادمة النسوية، ودرنا الجولات ديالنا على جميع الحصب، واكتشفنا بانه كاين اجماع وكاين توافق من الاول، والحمد لله تقدمنا بلائحة واحدة اللي كتشوفوا الاجماع ديالنا بدون اي معارضة. نتمنى ان شاء الله يكمل الخير ونزيد من كرة القدم باذن الله. شكرا جزيلا.